Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil'ilmi khaira khalqihi wa lit-tuqa hatta وَالْفِعْلُ مَعْرُوفٌ بِقَدْ وَسِينِ وَالتَّاءِ
تأنيس مع التسهيل وتفعلت مطلقا فجئت لي والنون واليا في افعل النوافعل والحرف لم يسله له علامة إلا اندفاع قبوله العلامة إعرابهم ظهير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعميل علم كذا كتانيس بما عدا الألف فإيو
مضاف أو يأتي بعد أن صرف. Kau
أكبر محرك به رفع فإن أتى بعد ضمير السكين وضمه ما واو جمع عين والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون رفع قد أن يلزم في الخمسة الأفعال حيث تلزم وبالسكون زم مضارعا سالم من كونه بحرف علة إما بواو أو بياء أو ألف فجسم معتل بها أن والنسب ذي واو وياء يدار وما سواه في ثلاث قدر فنه يغزو يحتذي يشهوت بعلة وغيره من أسال وعلة الأسماء ياء وآلف فنه قد والفتى بها عرف يعرب كل منهما مقدر فيها ولكن نسب قد يدار وقدر ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام من المضاف أسكت التنوين أو ننه كأهلكم أهلونا وفد به الإسم الذي له تلا كقتلا غلام زيد قتلا وهو على تقدير في أولامي أو منك مكر ليل أو غلامي أو عبد زيد أو إن زجاجي أو صوب خز أو كباب ساجي وقد مضت أحكام كل تابعي مبسوطة في الأربع توابع فيا إلهي التوبين فنرتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جماد السادس السبعين بعد انتهاء تسع من المئين قد تمنت مهادي المقدمة في رفع ألف كافيا من أحكم ندم الفكير الشارف في العمريت ذي العجل والتكسير والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنعام وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.